من هؤلاء؟ هؤلاء هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل رب الأرض والسماء. قال الحبيب كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح في سبيله، لا من أجل دنيا ولا من أجل زعامة ولا من أجل شهامة ولا من أجل وطنية أو جرأة، بل من أجل الله. والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة ينبعث منه لون الدم، اللون يشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ومنهم من يبعث أول ما يخرج من القبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من هذا؟ يبعث بملابس الإحرام، مات وهو يعتمر، مات وهو يحج، مات بلباس الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من بعث، من مات على طاعة بعث على نفس الطاعة، ومن مات على معصية بعث على نفس المعصية إن لم يتب إلى الله جل وعلا. يبعث من مات بلباس الإحرام ملبيا: لبيك اللهم لبيك. ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة، إذا أراد أن يقف ويمشي لا يستطيع، يقع في الأرض، وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينا وشمالا لا يقدر. من هؤلاء؟ أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي لا يقومون يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار، يا الله، يجرونه ويدفعونه دفعة، إلى أين؟ ليوقفونه بين يدي الله تبارك وتعالى، يدفعونه دفعا ويجرونه جرا ليوقفونه بين يدي ملك الملوك. يا إلهي، من هؤلاء ومن هذا؟ هؤلاء هم اليتامى، وهذا آكل أموال اليتامى ظلمة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كمتصور معايا المشاهد دي التي تخلع القلب. ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا. قال جل جلاله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. مشاهد تخلع القلب، مشاهد رهيبة مؤلمة. يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة لا يلبسون نعالا كما ذكرت، عراة لا يلبسون ثيابا كما ذكرت، غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه. سيدة عائشة رضوان الله عليها، الزهرة التي تفتحت في بستان الحياء، بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء عراه، الرجال عراه والنساء عراه، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. والله العظيم لو تدبرت هذا الحديث لتخيلت وتصورت حجم الهول والفزع. رجل عار بين يديه امرأة عارية،
لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فإذا جاءت الصاخة أي التي تصخ الآذان بهولها وفزعها ورعبها، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته وصاحبته وبنيه، ليه؟ ليه يفر الرجل من أولاده، من زوجته، من أبيه، من أمه، من أخيه؟ ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا الله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل مشغول بحاله، لا يلتفت والد إلى ولده ولا تلتفت أم إلى رضيعها. الأم التي يضرب بها المثل في الرحمة، نعم، بل تلقي رضيعها في الأرض، بل تسقط حملها، تسقط جنينها من هول ما ترى ومن فزع ما ترى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بكل أسف وبكل أسف، لقد أنكر من أنكر قضية البعث وظنوا أن الحياة تنتهي بالموت، وظنوا أن الحياة تنتهي بالموت. ليه؟ ظنوا أنه ما فيش بعث، ما فيش عرض على الله، ما فيش حساب بين يدي الله تبارك وتعالى. لا، انتبه انتبه، والله الذي لا إله غيره ستبعث بعد الموت، بل لقد أمر الله نبيه المصطفى أن يقسم على ذلك. قل، الله يقول لحبيبنا قل بلى وربي. الله، الرسول هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك يأمره الله أن يقسم، أن يقسم. قل، قل يا محمد، قل بلى وربي لتبعثن، لأن الكفار زعموا أنهم لن يبعثوا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أبدا، لا، بعد الموت بعث، بعد الموت بعث. وقد ضرب الله جل وعلا لنا الأمثلة في قرآنه على قضية البعث بعد الموت، حتى لا يظنن أحد أن الحياة ستنتهي بالموت وستطوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط. لا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. قل، قل يا محمد، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. جاء قديما للمصطفى العاصي، العاصي بن وائل، بعظام بالية يفتها بين يديه ويقذف بها في الهواء ويهزأ برسول الله ويسخر منه ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما صارت رميمة، يعني بعدما صارت ترابة؟ فقال له المصطفى: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. فنزل قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب